السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هو يوم جوج واحد 2017. أنا الآن أتواجد منطقة صخر حامنة جامعة سيدي منصور، طريق المؤدية من سبط البراكيين إلى لأربعة صخر. أنا كنقدم لكم هذا النموذج ديال النباتات العلفية في هذه المنطقة، هذا اللي هو نموذج ناجح جدا، وهو مزيج بين نبتة الصبار والقطف الأسترالي. أنا شفت هنا الله بدا هذا الشيء دابا، المشروع باقي ما كبرش هذه النباتات، ولكن في بلايص أخرى راه تقريبا ولات غابة. بلايص أخرى مثلا في نزالة العظم دراع النسور بالضبط، يعني غابة تقريبا، الناس تهناو تماك من الغنم ديالهم. هنا انتم كتشوفوا النموذج كيفاش داير، والغرس كيفاش داير، خط ديال الصبار مع خط ديال القطف الاسترالي. وغتشوفوا ان شاء الله من هنا لقدام غنصور لكم اللي يكبر ان شاء الله، غادي نصور لكم هذه الغابه كيفاش غتولي هذه المنطقه هذه، وارتسامات ديال الناس بانهم تهناو من الاعلاف ديالهم، ما بقاش عندهم مشكل في العلف يعني بالصبار والقطف الاسترالي. واتمنى ان يستفيد الجميع، خصوصا في منطقه بزو الزلال، منطقة يعني كيعانيو منها الماشية بالضبط من قلة الأعلاف. أتمنى أن يكون هذا النموذج يعني هو ناجح بكل مقاييس، ورأينا ذلك في مناطق أخرى. أتمنى أن يستفيد كسابة المنطقة من هذه التجربة. ومعكم أخوكم متقي عبد الجليل، تقني في تربية المواشي. أتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الفيديو، وشكرا.